السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. لن تصدق ما فعلته فتاة في عقدها الثالث لشاب بعد أن قامت باستدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمصالح الأمنية تلقي القبض عليها. وهذه هي التفاصيل الكاملة، تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تمكنت عناصر الأمن الحضري 11 بأمن ولاية باتنا من توقيف فتاة تبلغ من العمر 35 سنة، وذلك على خلفية قيامها بعملية سرقة استهدفت مبلغا ماليا قدر ب 15 مليون سنتيم من شخص. كما قامت باستدراج الضحية البالغ من العمر 32 سنة وتصويره قصد التشهير بها، هذا قبل أن يتم توقيفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية. قدمت بموجبها أمام النيابة المحلية، واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأفعال، وخاصة أن المتورطة من جنس أنثى تجردت من أنوثتها وارتكبت مثل هذه الأفعال والتي لا تمثل أبدا لا المرأة الجزائرية ولا المسلمة، وطلبوا السلطات الوصية بضرورة تطبيق أقصى العقوبات عليها لتكون عبرة لغيرها.